اوكي بقيني بقك الكبير ده بقيني قوي في البرايم بيكون اوكي فالجمهور بيسقفلك مش عشان حاجه بيضحك عليكي والله لا مصدقيني حلوه دي استمر استمر اذا انت غيرانه من فمي انا 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 واحده من الناس تحكي الا بلهجتي وشو احسن من اللهجه تبعي يا حبيبتي ايوه ايه احسن لهجه انا عندي اللهجه التونسيه وانا تونسيه ونحكي باللهجه التونسيه وعجبك عجبك وعجبكش كسر راسك على حيوط الحيوط برشا فما واحد واحدة اثنين ثلاثة أربعة يا طهورة احفظ راسك عليهم أحسن أحسن انت قاعدة تلتي كده 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 ده كتير مو حبيبتي كوكو 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 بطة انت والله يا جمال بطة لا حصان شغال الحصان طب حلو 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 الحصان عشان اربح ايه بيقولها ايه دي اربحت في ب... ايه حلو كده شو اضحكي اضحكي بس اضحكي على نفسك انا مش فاهمه بلا لهجه تحكي باللبناني بالسوري باللبناني بالخليجي شو فسر لي بالمغربي انا حره انا بتكلم بالمغربي مع اللي بيتكلموا مغربي بتكلم مع اللبناني اللي بيتكلموا لبناني فما تكتريش يا بدرية ما تكتريش ما تزوديش العناد وراسك الكبيرة وخدودك التخينة براسك الكبيرة وقومي وريني جمال خطوتك قومي بسرعة قومي كفاية انت بتطرديني انت بتطرديني لا عندك مانع لا عندك مانع لا طب قومي لا قومي لا قومي لا قومي يا طهرة انا قايمة بس بمزاجي ورايحة يا طهرة وخليكي فيها اقفلي ما عندكيش اللي هتبيني اقفلي ما بيصلح صرت 100 مرة أقول ما بيصلح تروحوا على الأيدي بعدين ما تفوت عليا في منيح لا يا أختي شو بكي عم تنسي لشو ناقعك أنا هون إنه حوار وكلام وغنى حوار وغنى بعدين هي عم تغني لشو تفوت عليا تزعجية أنا هي فت عليا تزعجية ما تفوت عليا تزعجية تاني شيء يا بدرية بلشتي حكي 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 ما تخافوا كمان أحيانا الترديد الكلام أنه أنا والله الترديد ممكن يتلحن تصيروا تلعبوا تنقزوا بعض فهمتي كيف أنا هلني بقول لكم بروح أعمل لحنه يعني بجوز أعطي إشارة بس أنتم بدكم تحسوا ما فيني فوت لأنت بدي المشهد يكون كامل ما بدي أتدخل في محلات مثلا إزايك يعني في أحيانا الترداد ورا بعض ممكن يتلحن وانت بلش تلحن غني 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 رجعوا عيدوا زينة برافو فتي هلني احسن فهمت كيف عرفي مش ضروري انه كل جملة تترقيها ايه بعد مرة اثنين ثلاثة بلشنا هو فيكم تتحركوا ممنوع اللمس صح بدكم تسمعوا بعض ما تفوتوا ببعض ما عندي مشكلة معلش ما عندي مشكلة تاخذوا غنية معروفة في الطفية يلا بلشنا اثنين ثلاثة بدرية حبيبتي انت بصي الفستان ده حلو الرجالة بيبصوا لي لا عيب عيب كده بيخجلوني قوي ما بلاش الحركات دي حركتي يا حبيبتي بيخجلوني ويكسفوني اعمل ايه ما انا حلوه قوي طعمة قوي لذيذة قوي اتاكل قوي 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 طاهرة قديش المرة وقال لك الغرور مش باهي لك طاهرة أخيب صفة في الإنسان اللي هي الغرور ليش الغرور والكبرياء ليش الغرور لا تباهي بالذكاء ليش الغرور أتعجب من كلمة أنا
طبيعية مثلنا ليه الغرور؟ عندي يا حبيبتي ليه هتخرج، عندي والله العظيم عندي كل المواصفات، الجمال والرقة والإحساس. أيوة. الجمال الجمال والرقة والإحساس، يا بدرية يا بدرية. طهرة مش زيك. طهرة طهرة طهورة يا طهورة. يا طهورة. الله طهورة. انت بتقولي كده ليه؟ ما انا بتندهيدي وبتندهي لحد تاني غيري، يعني قاعد معانا حد تاني غيري؟ لا بس انا ولا اتجننتي؟ حصل معاكي ايه يا بدرية؟ مايونيز اثر في مخك او حاجه يعني؟ انا بحب المايونيز، انا بحب المايونيز يا ناس، عارف اني بحب المايونيز. استحمل المايونيز، عملتوا لي منها قصه الشرق الاوسط، كلكم تاكلوا المايونيز، ليش بتكذبوا؟ ما تكذبي طهرة، ما تكذبي سوري زين حبيبتي، ما تكذبي طهرة. دقيقه بس، دقيقه 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 بس، بالراحه عليكي. احكي بالراحه بالراحه. احكي. استحمي بالمايونيز، شامبو مايونيز، كلي مايونيز، اي حاجه، معجون سنان مايونيز، ما يهمنيش انا، مش شغلي بجد، مش شغلي ميك اب برونزي على، مش شغلي حبيبتي. ما عندكيش تجيبي حاجه تجي اعمليها، استغلي مايونيز بدلها عادي حبيبتي والله العظيم عادي. سوري قطعتك، بس انا اذا صوتي حلو كل الفضل يعود المايونيز اللي باكله. انا بس اكل مايونيز صوتي عشان في دهنيات. حلوة قوي 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 قوي. حلو حبيبتي، انا بس لأكل. اوكي ستوب، هذا ممل، قبله كان احسن. صح، قبله كان ممل. يلا باي. لا هداك مع الشباب، لا هذا ما عملته مع الشباب، هذا اول مره عملته معكم. هلا قناعش هو بدي اعلمكم زي ما تجي مع اقنعه. بس اذا هذه اقنعه هذه